بص اللهم صل على النبي. اول رغيف اهو طالع زي الفل، بصي من فوق حلو جدا. انا بوريك كل حاجه اول باول. بصي واهو ده اللي فاضل، وفي واحد في الفرن، وعملت واحد كمان ايه شمسي. بصي الله اكبر، من نص كيلو دي، ده رغيف شمسي انا عملته منهم برضه، وقلت ايه اسيبه يخمر، وادي الاخير ده واحد في الفرن، وادي اول واحد اللي احنا كنا عاملينه من نص كيلو دي. بص والله العظيم جميل بجد، ورغيف كبير يعني مش صغير، طلع ما شاء الله كبير ومن غير مطرحة والله. بصي والرغيف خفيف جدا يعني مش تقيل ولا حاجة، اهو خفيف. بصي الله اكبر جميل. القناة الجديدة عند نصرة كل حاجة جديدة، وكل حاجة لأول مرة تشوفيها جميلة. يا رب دايما أكون عند حسن ظنكم جميعا. أقول لكم إيه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.